طب انا مش فاهمه الهند دي بتختفي بتروح فين بجد. حبيبتي حمد لله على السلامه. في ايه مالك يا حبيبتي؟ مفيش. مفيش يعني ايه؟ امال عملوا فيكي ايه المجانين دول؟ ولا حاجه. بقول لك مفيش. مفيش ايه؟ ما تقولي. طب منين يا بنتي؟ ايه اللي حصل؟ اتخانقتي مع زين ولا ايه؟ اه يا بابي اتخانقت مع زين وسبت له البيت. انا قلت لك من الاول ان دول ما يشبهوناش ولا احنا زيهم ولا هم زينا يا بنتي. لا حول ولا قوه الا بالله. اللي حصل بس قولي لي بالراحه يا بنتي.